اخدكم بقى لتدريبات النادي الاهلي. حصل حاجه حلوه النهارده من مستر كولر في تدريبات النادي الاهلي. مستر كولر دمه خفيف جدا. التدريبات كانت حلوه جدا النهارده، وكانت يطفو عليها الجو الفكاهي والمحبه يعني. فالمهم بعد ما خلص التدريبات جمع الفرقه يدربها على ضربات الجزاء. شوف احترام المنافس، ده مدرب عظيم والله. شوف احترام المنافس، فايز خارج ملعبه 1-0 وبيعمل تدريب على ايه؟ ضربات الجزاء. اضحك بقى عمليه كم اللعيبه وايه وهتتدربوا على ضربات الجزاء لعيبه الاهلي. المهم قال لهم ايه؟ اللي يضيع ركله الجزاء يعمل 10 ضغط على طول، مفيش تفاهم. فكله مخلص بقى، في كله مخلص، كله مخلص، فاللي كله حريص انه ما يضيعش 10 ضغط، وهم ليهم ساعتين بيتمرنوا، فكله يعني جايب غاز زي ما بيقولوا. فكانت العمليه فكاهيه يعني. فاوعى اللي يضيع واحده 10 ضغط وانت واقف في مكانك، مفيش تفاهم. اكتر الناس تعلقا في التدريب كان النهارده زي ما رصد لنا المراسلين هناك، كان برونو سافيو اللي كان النهارده متألق جدا في التسديدات من خارج المنطقه، واللي اهتم بيها جدا مستر كولر معاه. فسافيو النهارده كان مستواه عالي جدا في التدريب، ومستر كولر يعني شدد على التدريبات المنفردة ليه والتسديد من خارج منطقة الجزاء زي ما انتم شايفين. سألوا الناس في النادي الأهلي النهارده بما اننا بنتكلم على برونو سافيو، يا جماعة اللي اتكتب امبارح وقالوا الإعلام عن سافيو ايه؟ وهل في عقوبة بالفعل؟ خصوصا بعد كلام ميدو اللي قالوا ان الأهلي سيكون أخطأ خطأ تاريخيا في حالة ان هو يعني تعاقد مع لاعب مهدد بالايقاف، وان ميدو قال يعني سافيو مش ميسي عشان تغامر وتجيبه هو ممكن يتعاقب، ده كلام ميدو. فالنهارده كان السؤال في النادي الاهلي ايه القصه يا جماعه؟ جاءني الرد ان في النادي الاهلي سالوا عن الموضوع ويتوقع صدور قرار بشأن سافيو في نهاية شهر أكتوبر الحالي. قال لك احنا بنتابع وفي كلام ان ممكن يبقى في قرار سواء بعقوبة او عدم عقوبة مع نهاية شهر أكتوبر الحالي. ده بالنسبة لبرونو سافيو. علي معلول النهاردة طبعا الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا احتفل بعلي معلول احتفال خاص، وكتبوا ليلى لن ينساها علي معلول وجماهير الأهلي. النجم التونسي سجل هدفين في شباك مولود الصندي في ذهاب دور الربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا. يعني النجم التونسي علي معلول زي النهاردة أحرز هدفين في مرمى صنداونز الجنوب أفريقي، وكانت ليلى لن ينساها علي معلول ونزلوا له الصورة دي من إحرازه لأحد الأهداف في مباراة صنداونز مولود صنداونز، الهدفين اللي احرزهم في مثل هذا اليوم علي معلول في دوري ابطال افريقيا. ايام ربنا يرجعها ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في المعاد في بطوله افريقيا، ونرى هو والزمالك في النهائي يا ريت. وان كان ممكن انك انت تشوف الاهلي والزمالك في مجموعه واحده لو تم تصنيف الاهلي تصنيف اول والزمالك تصنيف ثاني. كمان في النادي الاهلي النهارده مستر كولر التقى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ودي صور من مكتب كولر في النادي الأهلي أثناء اجتماعه مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ميكالي البرازيلي مع مستر كولر في النادي الأهلي، ودي صورة للجهاز المنتخب الأولمبي في ملعب التتش.
يعني سألت أنا، الاجتماع كان تنسيقي، وزي ما قلت لكم من كام يوم كان الغرض منه ترتيب اللعيبة اللي هيلعبوا السوبر ما بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي، لأن بعد السوبر يوم 28 ب 48 ساعة في مباراة رسمية للمنتخب الأولمبي. فكان بيتكلم كولر مع ميكالي ايه اللي هيحصل، واللعيبه اللي هيختارها للمنتخب الاولمبي هتجيله ازاي من ابو ظبي بعد المباراه مباشره. دي كانت تنسيقيه كده، ونفس الجلسه هيعملها مع فيريرا في الزمالك. صديقي خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي اعلن ان الاهلي وجه الشكر لدانيال جوردو المدير الفني لفريق كره اليد، وان في تكريم حصل لل اهو في تكريم حصل زي ما نشر موقع القاهره 24 من خالد العوضي للمستر دانيال جوردو. وسالت انا، عرفت ان الاهلي فسخ العقد مع دانيال بالتراضي والامور على ما يرام، والراجل اثنى جدا على فتره تواجده في النادي الاهلي، والنادي الاهلي شكره وكان الموضوع شيك قوي وجنتلمان وانتهى بحب وود واحترام.